بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كبرات أحواتين حتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه تحستون أيتن القواعد الأربعة، أربعة مسارتات زبل تمهرتي النار أنا ألنا مالتيو نعينا نقلت إن تنتن نزلنا مالتيو التخيتاب أقداسي إلنا مخنياتو قداي ناي توحيد قداي ناي عقيدة زملكة سلازخونا مالتيو التمو ألف دماني كجمير كله بسم الله الرحمن الرحيم إلو جميرو كومو دماني بدعاء جميرو مالتيو أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة إلو مالتيو وأبتي مقدمة ناي تختابي نازلنا لأن تختابتي عبي زخونا دعاء جميرو مالتيو وزيد عازد ماني أقداسي سلزخوني نحنا نعوء أستماغ إرنان فليتنان نرب سبحانه وتعالى كل من كلنا مخنياته تزعابي مس رب سبحانه وتعالى زر رقبنا دعاء سلزخوني دعاء هنقبر كلنا مروز زخوني كاب كتابن كاب سنان زوات إبو غيرنا هنلمنو خلنا نرب سبحانه وتعالى تدعانا تقبال النت إيركم مالتيو بقاري إزي مؤلف دماني دعاناته ناب رب سبحانه وتعالى بملمان انتهي لمالتي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة إلو وليناتك حلاوناتك ربي يخونيلو وناتنا ولاية حقازينان دقافينان رب سبحانه وتعالى نخونين دعاء نقبر كلنا كل أجزي أبو ترك نسجد كلنا وين وتولني في من توليتني بالمالتي أنت ربي مستم تحلو من تدقفو من تعوتو من زخنك كبعتهم قبرني إلنا وين نلم من مالتي إذن إذا دعاء زي عبي دعاء مالتي دحرا ينتهيلو وأن يجعلك مباركا أينما كنت. المعنى أن يجعل الله فيك بركة في أي مكان كنت. رب زماني كابتهم زتباركو يكبركا كابتهم رب سبحانه وتعالى زباركهم كابهم يكبركا أبزهل لخها لخها إلو أينما كنت أي في أي مكان أبزهل لخها لخها. وهذا مما أثنى به عيسى عليه السلام ربه سيدنا عيسى ون رب سبحانه وتعالى ثناء كقرب خلو وداسي كقرب خلو إذا قد دايزي عبيس لزخنة مبارك تكونون بقو جيروم رب سبحانه وتعالى ثناء جيروم وجعلني مباركا أينما كنتلو عني نهلكا نسخاتكم كميلكا خا مستوليدوم سيدنا عيسى حقيفاتهم عديهم مسمتت تجرمهم انتهي زبالينا نريد لنا زي تمرعوت كميلة أولي دايلوم بزوح تزاريبهم مالتهم حجي كابتي زبالوا عني رب سبحانه وتعالى مقيم صلاة جيروني كم ودماني رب سبحانه وتعالى ذكر جيروني كم ودماني بدي مزست جيروني إلو دحرن تايلو وجعلني مباركا أينما كنت أبزهل لخو هال لخدمة أدهل لخ أبزهل لخو بوتان ماني مبارك ربي جيروني إبل مالتيو وهذا يتضمن الصلاح زي مبارك ربي جيروني مال الدمان تاي مالتيو كل نجر دحازي مالتيو صلاح ناي الدنيا ناي أخيرا زلوا مالتي مخنياتو رب سبحانه وتعالى مبارك قبر كان كله زي عبي درجة عبي نعمة مالتي ولذلك أثنى رب سبحانه وتعالى نأداخ كقرب كله سنين تايلو وجعلني مباركا إلو رب سني مبارك جيروني إلو مالتي إذن نحن دماني كل منو خلنا رب سبحانه وتعالى وين بوئنا كل منو زلنا مالتي زي بركازي كل جزية أب حياتنا تنا أقداسيو رب سبحانه وتعالى ون مباركين كجبرنا أبزها لنا هالينا ون كل منو علنا رب سبحانه وتعالى ولذلك تي دعاء جبر كل تايلو أن يجعلك مباركا أينما كنت أبزها لخها لخاسني ربي مبارك جبر كايلو أنت نعم مبارك أنت أخوينك وهذا يتضمن الصلاح صلاح المؤمن مالت أسلامي صالح يكتب له مؤمن يعني رب سبحانه وتعالى زوفق سبنت لا أخوين تأيز خون تلك مبارك أينما كان أبزها له هاليو مبارك يخون مالتيو رجل مبارك سب مبارك انت لا أخوين دماني مبارك على أهله وعلى أصحابه نبيت سوودي مسدرودي مستقودي كل تأيز له يخون مالتيو تجده مبارك ليس بالطعان ولا لعان تناسب رب زبارك انت لا أخوين روح سبنت لا أخوين كل هذا كير خير تزي كونو حماك هبو أي تسمعني خمالتيو قال سبالو مبارك زخونة سب
مسخان تدع قريبه مسوح المتاي تسمعني خا حسد يبولون حقد يبولون كل هذه الخير راح تزاربي مالتو والعياذ بالله جلس بدمان اللو دما مسوخ في تدع الكابجك الشر تزي كونه خير ريت خاص بولو دمان يعلو مالتو انتي زبل مالتو كل هذه كاب حماء نقرات يزارب كاب حماء زوات أدماني سلس الرع مالتو ولذلك أيها الإخوة إن البركة نعمة من نعم الوهاب بركة خبال كله حادي كابت وهاب كابتنا رب سبحانه وتعالى نعمة أي مالتو ونفحة من الواسع العليم كابت لقاس زخونة توهاب زي عباي درجة مالتو ويدخل بالتماسه على ربه من الأبواب التي رضيها وشرعها بتي رب سبحانه وتعالى شرع وزلو بتي رب سبحانه وتعالى عمتي ودلو أوقات مبارك ديو أزمنا مبارك دما كابوي خط بركاتات كتقلب دلك مالتو ولذلك علو شرعو زخونه مبارك زخونه وقت تاتن جزيتاتن نعوي خا أبوي خا بركة تلي دلك مالتو مهنياتو ببركة عند بلسب كم من قد ربي زود بزحنا جرات علو مالتو ولذلك حنت خبعت مثلا كابت مبارك زخونه رب سبحانه وتعالى زباركو انت دائلك ليلة القدر ولذلك ربنا عز وجل انتايلو إن أنزلناه في ليلة مباركة القرآن نزل في ليلة مباركة ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر له خير من ألف شهر كاب شح ورحي إذا حنت ليتي تبلت إلو رب سبحانه وتعالى بما حدس أرقي زي أدلوها لكن أبزا حدس أرقي زي زي أسخا انت بزوح خيرات انت لا مالت انت لا خير انت لا سريح كاب بزوح خيرات تكسم مالتيو كوم دماني كابت مبارك دخوان دماني ما أزمزم لنا مالتيو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم إنها مبارك كايلوم وهي طعام طعم وشفاء سقم لهم مالت مغبز دليسب انت دا ما يزمزم سيتي مغبيو كومود ماني شفاء زدلي انت دا خوينو طعنا زدلي انت دا خوينو بماء زمزم غيرو شفاء كركب يخيل مالته لكن يحترز الطرق التي يمكن ان تخل بالتوحيد بركه عبي نجر يلنا بركة خبر رب سبحانه وتعالى إن هذا خنت قلبه زلنا عنبري كابتي من قد زوات أشر عوز يكون كنت قلب يبلنا مالتي ولذلك مفهومنا بركة بجيجاس لازم ترد وبزحات سبات كم من قدنا يا ربي بزحات وتأم مالتهم بل بسبب بركانا يمدلاي بمبال مالتي كاب شريعة دوتو بزحات على لهم مالتهم بل أبتبرك ناي صالحين ناي أشجار ناي إيمان نبزح نقرات دو وسدهم سبات انتهى دليل خم يخم ترى تبهيلهم بركة دليل مالتهم ولذلك كندي سبات على له هاجر نهاجري قعزو مالتهم انتهى دليل خا اجنا اجل قبرخ نكيد أبو خد كادو عن ترى غيرك بركة كله بلو مالتهم لا زي تي زي كونوا عزخانة مالتي تكونوا عزخانة تشرع عزخانة جيش مجيش شاخي جيش كا بركة رقبولو أبشر عزمت أن الله مالتي أب نمكة تخيد كان بيت الله الحرام تخيد كان مدينة تخيد كان بيت المقدس تخيد كان زي مبارك مالتي زي أبشر عزمت بيت شرع عزمت إيه خدعة كتقلب دلك بركة بري كابشر عوز إخا بركة تقلب بالكان مالتيو كم دماني أوقات مبارك زخوني كنتات مبارك زخوني أبوي خاط لمنزلك بعبي دماني البركة من الله تعالى كاب رب سبحانه وتعالى يبركة فهو مصدرها الذي يبارك هو الله تعالى وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وبارك لي فيما أعطيت حجد عخ قبر خلو النبي عليه الصلاة والسلام تأبل نيرم وبارك لي فيما أعطيت فإنها تطلب من الله تعالى فهو مصدر البركة عز وجل مصدرنا البركة من ينترالك هو الله عز وجل لذلك تطلب من الله عز وجل ونحن نقول تبارك وتعالى مش نبلال لنا انتهي مالتي كملت بركته وعظمت بركته كثر خيره مالتي تبارك وتعالى خن بالكلنا وإحسانه إلى خلقه وخيره هو الذي يدوم تبركنا يا ربي تخيرنا يا ربي نسيد ما نقص على النزل له مالتي وإذا شاء أن يكثر خيرا فلا راد لفضله رب سبحانه وتعالى خير كبكانت العدل يسني نتخيرنا يا ربي ما نمزخ الكل لن مالتي فهو سبحانه وتعالى المبارك حقا لا يبارك أحدا من الناس حدا حدا بركازه بي لن مالتي لا يبارك أحدا من الناس وإنما هو الله الذي يبارك تبحق زبارك من يمتلع تباهله هو الله سبحانه وتعالى ولهذا كان كتابه مبارك قرآن الكريم عجي مبارك ورسوله مبارك رسول هو مبارك وبيته مبارك
بيت الله الحرام تلاخيت كون ازوين مبارك وفي ازمنا مباركه غزيتات وينالو مبارك زخونه والامكنه التي شرفها رب سبحانه وتعالى دلا يمرض حجي كابوي خات بركاتات كتقلب زلكا مالتيو والسؤال المهم حد ابي زخونه اجدا سعد تحج كن العل نخيل مالتيو انت خن بالنخيل كيف تستجلب البركه بركه عند هذلي سبسني بمنتا يغيروا بركه يوسد انت لاينا مما جاء في الشرع وليس لأحد أن يزعم حادث بزياء مبارك يا زياء خمزة أيلو بدلاي بقحتو كبلاي كلنيو تستجلب البركة من الشرع كابتي بركة كابتي أبشر عمز يدلو كابو يخا كتقلب زل كمالت ولذلك أكبر بركة ذهبك أب حياتناتك أب هوتناتك أنت تتباهلو هو تقوى الله عز وجل ولذلك الله سبحانه وتعالى أب سورة الأعراف من بل 96 آيان تايلو ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إذن شوف حجيتي قدين أي بركة أنت لأدلي خامتاي توسدو لك مالتو أول شيء من بتقوى الله عز وجل ولذلك ربنا عز وجل تايلو ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون مسح سو كان من قد مسوته رب سبحانه وتعالى تبارك في علم مالته أما من قد رب أنت على الله خوينك أبتق والله أنت على الله خوينك أزيء بركة خمس ألك زخ المالته كمون مما يستجلب البركة بركة خمس ألك حدون كاليون أنت على لون تلك البكور في كل أمر تبكر أبزخوني خونتاتك أنجيك مفتس أم أنجيك مخاد أزون بركة يمتع الكمالتي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها هذا فيما أخرجه أحمد النبي عليه الصلاة والسلام تايلوم اللهم بارك لأمتي في بكورها إلوم زي نوقحت هذا اللو نقهو يلو ربي بارك اللوم إلوم رسول عليه الصلاة والسلام زلمانو له مبارك زخوني وقته مالتي فالبكور فيه خير وبركة كل أكزي منقه كندي خيرات بركات دحازي مالتي ومن البركة أن تعمل بتجارتك وأعمالك باكرا كبت بركة أنتي أنجيك موفر مالتي نفس رح كاديو نام نقد خاديو أنجيك تخيد مالتي وتسافر باكرا أنجيك زوفر كايوين مقشا خاوين أزوين مباركي مالتي فكل ذلك مجلبة للبركة أزي بركة دمس عالك مالتي وفوز بحصول بركة دعاء مالت دعاء تقبلوا للنبي عليه الصلاة والسلام سلزو خن إزبو زجيزي مبارك مالت ولذلك صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث زيا سيدنا علي محلال فما كمون صخر الغامدي محلال فو أنت يلوم النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لأمتي في بكوري هايلوم قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية بعثها أول النهار ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نتوم ناتوم زمچا زكايدو ديو وي حدا نغر كوفرو خلو النبي عليه الصلاه والسلام انجيهم يمزلكم نيرو مالتيوم اذن كابزي اترديو سخر رضي الله عنه وارده وكان سخرا رجلا تاجرا وكان لا يبعث غلمانه الا من اول النهار نذا حديث زي اسلز تردئ سخر كل غزي عبي بوتان نقد نيرو نتوم سرحتنياتات ناتو كلكم كله كل غزي نغو يزلكم نيرو انجيكم كيدو يزبلم نيرو مالتيو وكان لا يبعث غلمانه الا من اول النهار حج انتايلوم نقد ناتو سني فكثر ماله حتى كان لا يدري اين يدع ماله بمحير تبرك رخيبو بمحير تهابتو بيزي حسني غنزبو ابي كم زقمطون اي فلط النيرو مالتيو اذا اذا انت يردعنا مالتيو اذا بركه عبي مطلبيو رب سبحانه وتعالى وكل من لنا بس اين ايتي مبارك زخونه وقتي اين ايتي مبارك زخونه رب سبحانه وتعالى شرعوا نبينا محمد عليه الصلاه والسلام شرعوا ابوينا كابوينا يعني تبركه كنطلبوا زلنا مالتيو ولذلك زي مؤلف أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلك مباركا أينما كنت أيلو أبزال لخالي خاسني ربي باركك أيلو مالتيو وهذا دعاء مالتيو والدعاء من أجل العبادات بدعاء نادماني بركة خب رب سبحانه وتعالى نتقلب فالدعاء هو العبادة دعاء عبادة أيو
والدعاء صلة بين العبد وربه نعخام نودسبن مسباريو مسباريا مسفطاريو ومسربو سبحانه وتعالى كرخبو زخلون بمنتا انت لك هو بالدعاء بدعائي مالتي. فيجب على العبد الا يغفل عن هذا الباب العظيم كابزي دعاء زي عدختو عليه بالكان كل غزي دعاء كتب الزحل كمالتي والحبل الممدود بين الله وبين عبيده امونغ خان امونغ ربن تزعابي جمد ترر جمد ترر بس رب سبحانه وتعالى زرخ بك انت تتباهلو صنع زخونه ترر زخونه زي بتخنت انت لك هو الدعاء مالتي. فبالدعاء تستجلب البركه بدعاء خبركه طلب والرحمه والمغفره من الرحم من الله الرحمن الرحيم. وهناك امثله على الدعاء يعني الدعاء جيركا بركة سلزركب حادة كابتي بزوح أمثلة ألنا مالتيو كابتي النبي عليه الصلاة والسلام دعاء زقبروز نبرو نبركة نمطلب مالتيو كوموين دعاء تقبر نفسخة كومو دمان دعاء تقبر لهم نحواتك بالبركة مالتيو. ولذلك عبد الله بن بسر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام حادة وان قاشا خوينهم مجئمهم أبقزهم النبي عليه الصلاة والسلام بسمتنا يلوم تحقوسهم زبلع أمتيهم مقبتات أمتيهم. فقربنا إليه طعاما ووطبا فأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام بليعم ثم أتي بتمر فكان يأكل ويلقي النوى بين أصبعين تمر يبلع النبي عليه الصلاة والسلام تنتمر دماني أبزي منقو أصابعتهم بين السبابة والوسطى يقمتون نيرهم مالتهم أبو يقمتون إلقاء النوى بين الأسبوعين ثم يعني يلقي النوى بين أسبوعين أبزا سبابا وستان أبو نقمت النبي عليه الصلاة والسلام بلي عمالتهم ثم ناوله بدحري دماني ما يمتيهم ويدمان دستي نقر دماني هبامهم ستيهم النبي عليه الصلاة والسلام بيمانهم كوفي لزنبرة نعود دماني هبامهم عالتهم دحري النبي عليه الصلاة والسلام تسيهم كخدو مسدليو مجيو انتاي بالمالتي بتلوغام نتا نايتا توتي حماز نبورو فرس ديا ويدمان جمل ديا ويدمان بقلي باء بتلوغام حيزوا ابوون عبد الله بن بسر مالتي يلوم الرسول عليه الصلاه والسلام ادع الله لنا دعاء اكبر لنا يا رسول الله له الرسول دعاء اكبر ليلوم مالتي. فقال حج انتاي لمريخه ببركة دعاء تقبر كم زلكا مالتي انتهي لما النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم لهم. إذن ترى أبدخون تعديم كابل إعكاس اتخان ترى توتس الله خالقوينك إذا دعاء تقبر تدعو لهم بالبركة اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم لهم. النبي عليه الصلاة والسلام هذه في رواية مسلم مالتي كم دماني نسخاوين مسبل عكاوين أبغزا خاديو ما أدك العالم كله كم زعنة تزدو عتقبر الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكف ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا تبلزي حديث متفق عليه ما أدك العالم كله زعنة تزدو عدماني تقبر مالتي كم دماني نستمر عو سباتون كتركب انت لعبت إحكايمين دعاء تقبر لهم بالبركة بزو حسب الله بلي عسيتي بركة يعني دعاء خي قبرة يخيد مالتي لا من السنة إذا عانت الدعاء تقبر مالتي. ولذلك عقيل ابن أبي طالب رضي الله عنه تزوج امرأة من بني جوشم تبهالت كبعات مستمر عوسين تاي لهم فقالوا بالرفاء والبنين لهم قال لا تقولوا هكذا خمزة أيتولوا يخم ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم ترى رسول زبولوا كم بولوا يخم لهم اللهم بارك لهم وبارك عليهم بولوا يخم لهم. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. إذن أب مر عن ترى أخيرك كم زعنة تزيد وعات قبر لهم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير تبل إذا عينة تزيد دعاء ناي بركة زلوا إذا إنا زوتر دعانا خون زلوا لنفسنا يكون نولادنا يكون كم دماني نحواتنا أسلام ببركة دعاء قبر لهم إذا تي زتفتوا إمالتيو إن شاء الله تحستوا ناي تمرتنا كغت سليو ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد.